السلام عليكم المتتابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الوصفه. هذه الوصفه راه ديال الرز ديال الوجه، ماسك ديال الوجه، فيها ماسك، فيها تقشير، فيها كل شيء. هذه وصفه شامله. مهم، هذه الوصفه انا جربتها لمده شهر ونص، جربتها فيا انا الاولى، وعاد فكرت نحطها في القناه ديالي. كما العاده، راه اي وصفه كنجربها عاده كنحطها، حيت هادشي كيبقى تقليد، وانا ما نحط شي حاجه اللي نتقلد عليها وندي ذنوب شي وحده. لا، هاد الوصفه راه جربتها فيا شهر ونص، وعطاتني نتيجه صراحه، نتيجه 100%. واصلا هي من اول استعمال راه كتلاحظوا الفرق، كتعطيكم، كتبين لكم النتيجه في اول استعمال، كتبين لكم الفرق. هاد الوصفه عطات لي واحد السيده صاحبتي، كنشكرها بزاف، صحراويه هي اللي عطاتني هاد الوصفه، كديرها هي وعطاتها لي، قلت لها تنجربها وعاد نحطها للمتتابعات ديالي. البنات، هاد الوصفه يعني جربوها وما غتندموش، والا نفعت ما غاديش تضر. هاد الوصفه يعني راها الا حطيتها في القناه عرفت اشنو حطيت. جربوها وردوا عليا، من اول استعمال راه غتعطيكم النتيجه 100%، غتعطيكم النتيجه. انا بعدا عطاتني النتيجه هاد الوصفه ديال الرز. كنشدو الرز، كنسلقوه مزيان تيولي على شكل كريمه بحال هكايا، نتوما كما كتشوفوا ها هو سلقتو. اللي بغى طحنه طحن في مولينيكس، لما بغيت طحنه كتبقى كيبقى يطبخ حتى كيولي على شكل كريمه بحال هكايا. والروز راه معروف يعني بالوصفات، راه كيعطي النتيجه. كما وعدتكم، حتى كنجرب عاده كنحط، ما يمكنش نحط الحاجه الا ما جربتها. المهم، هذه الوصفه راه زوينه بزاف. المهم، عندنا هنايا الروز سلقته، او بقيت كنسلق فيه حتى ولا على شكل كريمه. واللي ما بغاتش تخليه حتى يعني يتسلق بزاف، طحنه في مولينيكس. انا سلقت مزيان حتى ولا بحال هكايا على شكل كريمه. ها هو هنايا دار جوج عويشقات ديال الروز مسلوق. ونقول لكم البنات واحد الحاجه، هاد الوصفه كدار مره في الاسبوع، مره في الاسبوع كنقولها ونعاود نقولها، ما ديروهاش كل نهار، مره في الاسبوع. راه فيها تقشير، فيها ماسك، يعني فيها كلشي. هاد الوصفه كتبيض وكتنقي الوجه من الحبوب، كتنقيه من داك الرز اللي كيكونوا كحلين، كتحيد الزغب. المهم، هاد الوصفه زوينه بزاف، ديروها مره في الاسبوع وراه غتشوفوا الفرق. انا عطاتني نتيجه الصراحه ما نعاودش لكم. المهم، عندنا هنايا جوج عواشق ديال الرز، وعندنا يوغورت، عندنا دانون مسوس، وعندنا حليب غبراء، وعندنا مايزينا. غنديرو عاشق ديال دانون مسوس، هيا غنديرو عاشق ديال الحليب غبرة، درنا عاشق ديال حليب غبرة، ودابا غندير عاشق ديال مايزينا. هيا عندنا هنايا جوج عواشق ديال الرز مطحون، عندنا عاشق ديال اليوغورت، وعاشق ديال حليب غبرة، وعاشق ديال مايزينا. غنخلطو هاد المكونات مع بعضهم. البنات، ما غتندموش الا جربتوا هذه الوصفه، جربوها ردوا عليا، ما تخسروا حتى شي حاجه. انا ديجا درتها، ندير مره في السيمانه.
مزيان. كنشكر صاحبتي بزاف بزاف على هذه الوصفه اللي عطاتني، الله يجازيها بالخير. مازال كاين وصفات اخرين كنجرب فيهم، غنحطهم لكم كاين جديد ان شاء الله. المهم ها هي الوصفه، هي خلطناها. دابا غنقول لكم كيفاش الاستعمال. هاد الوصفة البنات كديروها على الوجه 40 دقيقة، المهم حتى تكرم تتنشف، تنشف مزيان، كتخليوها في وجوهكم حتى تنشف، ومني غادي تنشف مزيان المهم الماسك اللي بغات ديروهم البنات من التحت تبداوه، ماشي من الفوق تبداو تطلصو لوجوهكم، لا من التحت انتي غادي وانتي كديرها في الوصفة حتى كطلعيها الفوق. المهم ديري هاد الوصفة 40 دقيقة ولا مهم تتنشف مزيان، ومني غتنشف ماشي غتغسليها عاد لحكي وتغسليها بالماء، لا غادي تنشف هي راه غتكرم على وجهك، غتكون وجهكم غتولي بحال الماء، بحال غتولي بحال لصقع على وجهكم، وما ديروش ليها الماء، غير نشفوا شويه د الماء في يدك وبداي كتقشر فيها، راه غادي تلصق بحال لصقه، انتي طالعه وانتي كتقشري، انتي طالعه وانتي كتقشري بيدك، ديري غير شويه الماء، ديري غير شويه الماء في يديكم وبداو كتقشروا، تبدايها من تحت من العنق ديالك وانت طالعه كتقشري 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 فيها، وراه غتلاحظي ديك التقشير اللي غتحيدو، راه غتحيدو فيه لوسا، غتحيدو فيه الصغار، هي راه كتقصح شويه ملي كتبداو تحيدو في الماسك، ولكن غتعطيكم نتيجه هايله من الاول استعمال. كما كتبداي تقشري غتبان لك يعني النتيجه في الاول، وبداو طالعين وكتقشروا فيها كتقشروا فيها كتقشروا فيها حتى تلحقوا للجبهه، راه غيو شويه غيو وجهكم غيحمروا، لكن ما تخافوش ملي غادي نتغسلوها ديروا شي كريمه، ولا اللي عندها كريمه كديرها، ولا اللي عندها شي زيت ما ورد، راه غادي داك الاحمرار من بعد غيحيد. المهم هذه الوصفه راه زوينه البنات جربوها، ومني غادي تقشروها وتحيدوها غتغسلوا بالماء دافي، ومن بعد غديروا الماء بارد، وديروا اي كما قلت لكم كريمه ولا زيت ولا ما ورد، وراه غتبان لكم النتيجه في اول استعمال. صدقوني البنات الا حطيت رانا عرفت اش حطيت، راه جربتها فيا عطاتني نتيجه رائعه جدا 100%. وما تنسونيش من الاشتراك، ما تنسونيش من التشجيع، شجعوني وبارطاجيو مع صحاباتكم، ان شاء الله كاين المزيد كنوجد في وصفات اخرين غنحطهم لكم. ومن هذا المنبر كنشكر الناس اللي كيسولوا عليا، الى غبرت يعني كانت ظروف يعني عندي ظروف خاصه بيا يعني الحمد لله، وانا رجعت لكم بالجديد ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن بارطاج مع صحاباتكم، كاين المزيد ان شاء الله. وسمحوا لي الا كنت شويه ثقيله عليكم، كنعاود الهضره على حقاش خاصني نفهمكم، ماشي غير الحق ونحط نقول لكم ديروا، لا خاصني نفهمكم مزيان حيت الوصفه الا حطيتيها خصك يعني تكوني قاده بيها. المهم انا حطيت لكم هذه الوصفه البنات جربوها وتردوا عليا ويعجبكم الحال، وكما قلت لكم شجعوني انا يلاه باديه، وكنحط الوصفات من قلبي وكنجربهم وكندير عليهم مجهود انا كنحطهم، حيت ماشي غنحط لكم شي حاجه كل نهار نقول لكم عادي ديروا البنات، لا ما حشومه. الله كل وحده اللي ناويه شي حاجه الله يسهل عليها، واللي مريض الله يشافيه، وبسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.